الخير من طنجة نهار هذا اليوم الأربعاء 4 مارس 2020 9:30 بالتوقيت المحلي، 8:30 بالتوقيت الإنجليزي للتوجه لمنطقة الرسالة عبر الشارع المسلم الثالث. محطة الطوبيس دائما كدير العرقلة ديال السير في هذا المكان، هذه ماشي محطة الحقيقة، اللي راه واقفة خارجة على الطريق، ماشي حل هذا. دائما واحد الوقفة على اليمين وواحد على اليسار في نفس المكان اللي كتسد الطريق، كتسد العرقلة ديال السير. المجلس البلدي توقف الحافلة أو السهر على إخلاء موقفها. سير
ساحات الكويت ليبيريا في اتجاه شارع السويدي سيدي عمار مؤدي إلى المجاهدين وميلاد نحن قرب مستشفى محمد الخامس شارع ولي رشيد الذي يؤدي الى طريق الرباط المطار تقريبا قرب مدخل المطار ويديك حتى المطار كاع هي اللي كانت طريق المطار القديم معروفه طريق المطار القديم القنصلية الإسبانية على اليسار على طول الجدار وفي المدرسة الأمريكية على اليمين حي السواني حي لالا شافية على اليسار شارع جديد كذلك مثلا لا غنمشي لشارع جديد نفس الاتجاه واحد المطبات عالي بزاف لالا شافية كيبقى على اليسار غنمشيو عبر شارع هارون الرشيد إلى ساحة 20 أغسطس الصوت غتلقاو ضعيف دابا حتى يجيب الله شي ميكرو نركبو الميكرو ديالو شويه غالي اذا نمشيو عبر السويه ثم العوده الى ساحه حسن غوشت ثم ساحه ساحة المغرب
كنت قصت لي ساحة المغرب الساحة اللي كاينة على اليسار اللي كانت مطوارة حيلوا في بداية التسعينات ما تنثار من بقايا بيضاء دابا كاين دابا واحد المسجد المركز الجهوي الرازي للطب النفسي اللي هو قديم مدرسة البلاد اللي على اليسار تقدم مدرسة أنا اللي قراو فيه إذن هذا الفيديو سيعنون من مرتالة عبر الدادة إلى حي أرض الدولة أتم هذا الفيديو في حي أرض الدولة
بداية هذا المقطع الفيديو اللي درناه من مرطلة عبر الدرداب إلى أرض الدوغا، لدينا هذا اليوم أول يوم في الشهر 4 مارس 2020 10 بالتوقيت المحلي. نحييكم الله إلى منطقة آخر إن شاء الله بحول الله عز وجل، نوفق بعض إلى أن بقي شي صحة بقي شوية الوقت. We'll be right back.
Thank you.